مساء الخير فتح. الامور جد رائعه هناك في بواكي، تفضل كمال. اكيد فتح، لانه كاس امم افريقيا ليست فرصه فقط لكره القدم، بل هي فرصه ايضا للتعارف والتقارب بين الشعوب الافريقيه التي تعيش في هذا العرس الكروي اجواء رائعه يخلقها المناصرين الجزائريين المميزين. مجموعه الفنك الذهبي هكذا اينما حلت وارتحلت يعني تخلق اجواء رائعه. اليوم هي يعني بصد انشاء علاقات جديده، اليوم هم جيران لعائله ايفواريه، يتبادلون الهدايا، يتبادلون الزيارات، يعني أجواء رائعة اليوم يعيشها المناصرين الجزائريين هنا بعيدا عن الملعب وبعيدا عن كرة القدم، يعني أجواء إنسانية ويعني عائلية إن صحت الكلمة، لأنه المناصرين الجزائريين الذين يقيمون بحوالي يعني 15 متر مع هذه العائلة هم الآن في ضيافة هذه العائلة، يعني يتقدمون لهم الهدايا وأيضا يتناولون عنهم أحيانا الغداء والفطور في أجواء جد جميلة. يلا بدون إطالة راح نبدأ مع الضيف ولا مع صاحب المنزل؟ لك الخيار كمان. مع الضيف. خالد، خالد قلنا يعني شي، تفضل الميكروفون خالد. قلنا يعني كيفاش راكم تعيشوا هذه الأجواء خاصة مع عائلة جزائرية وليتوا أصحاب، يعني وليتوا عائلة وجيران. السلام عليكم، تحية كاع للمشاهدين كاع الجمهور الجزائري اللي مشوف فينا. والله هذه كيما يقول لك من أول مرة حطينا رجلينا هنا، أول مرة حطينا رجلينا هنا في الإقامة، بس الإقامة ديالنا راني غير هنا حداهم. لفت الانتباه أنا ملي كنت فايت هنا، شفت العائلة هذه والأطفال منا. العشية كي جينا كاع ريحنا روبوزينا، خرجت أنا برا، شغل شافونا كيما يقول لك حنا شغل جدد، جوارين جدد. أيا قلت أنا وعلاش لا؟ دخلت لعندهم عند الدراري الصغار هذوك، عطيت لهم قاطو بيمو على كل حال، ماشي في سبيل الله. ويعني لقيتهم يعني ناس والله بسطاء، يعني ما تقدرش تصور ناس يعني ما شاء الله ما شاء الله، واحد البساطه يعني كما يقول لك الفقر والسعاده قسما بالله، يعني ناس ما شاء الله يعني استقبلونا، يعني ما حتى حاجه ولا مضايقه، يعني غيانادير كما يقولوا. لا كو الي شاليغ سي لا مامون عليكم ماما مامو، هذه كيما يما، هذه كيما يقول لك بدون نقص، وهذه زعما باش يقول لك البوز ولا، اقسم بالله يعني غير السعاده، السعاده من القلب، السعاده لا بي لا بي سي تاتا. خالد ايضا هناك طفله يعني راكو غنيتوا لها، شفنا الامس غنيتوا لها وراها عايشه. عايشه راهي في المنزل الاخر. تفضل لي من هيك، هذا واحدة فتحت يعني الوالدة يعني لا تتكلم جيدا الفرنسية، لكن ربما بيجي كيلكو مو سوغري. لا تتكلم، لا نتجو لا كاي توابو كامي بارلي فرونسي. كمان ننتظر منك الترجمة بحكم خبرتك في افريقيا. كمان Vous avez trouvé deux nouveaux voisins ici, c'est des Algériens. Oui. Bon, les Algériens, ils sont sympas. Déjà, vous voyez le maillot Simon, ils m'ont offert un maillot. Chaque soir, ils ouvrent les biscuits à mes petites sœurs qui sont là. Vraiment, ils sont sympas. Et on va les supporter jusqu'à la canne va finir. Inch'Allah, vous allez prendre la canne. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Vous êtes content? Oui, je suis très content. Oui, 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 oui. T'as déjà vu notre match? Oui, oui, j'ai vu un bon match. Et puis... C'est bon, vous avez de très bons joueurs. Riyad Mahrez, je l'admire très bien, depuis City. Allez, vous passez là. À la sœur, maintenant. Aïda, l'ocht, elle a dit, yani, ma ikhwani, elle a dit, vous êtes avec vos frères algériens dans une ambiance de l'Afrique, dans une ambiance familiale. Justement, qu'est-ce que vous dites? Oui, c'est vraiment un réel plaisir d'être avec les Algériens, surtout qui sont près de nous. Chaque jour, ils viennent nous rendre visite. C'est vraiment un réel plaisir pour nous d'être en leur présence. Vraiment, nous leur souhaitons la bienvenue d'abord, le meilleur pour la CAN, surtout la victoire. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سارة تعلقت بها كثيرا من أول يوم عرفتها، تعلقت بها الطفلة المدللة تاعي. نقولوا باللي عندنا جيران ما شاء الله، رانا نحسوا روحنا في يعني أجواء عائلية أخوية، نحسوا روحنا رانا كأننا في الجزائر، وإن شاء الله إن شاء الله يكونوا فيها الخير علينا إن شاء الله، ولما لا تتويج بالكأس بإذن الله إن شاء الله يا ربي.
بوبكر رامي يعني راك بالقميص تاع جمال بالماضي دائما حاضر مناصر وافتح المنتخب الوطني. خالد ما حبش ينحيه كاع القميص حق قميص ما حبش ينحيه كاع تاع بالماضي. خالد نقول لك حتى انك شويه كنت شويه عيان لكن انا نشوفه راك مع العائله هنايا ومع الطفله هذه ما شاء الله الشابه البراءه هذه. وشو تقول خالد على الاجواء هذه اللي تخلقوها انتم مع العائلات وتمدوا صوره جميله على المناصر الجزائري الحقيقي؟ اول حاجه السلام عليكم. احنا مجموعات اللي فينا دور كالعاده متعودين على الاجواء هذه امر عادي. نهار من نهار الاول اللي حطينا في المكان اللي رانا مريزيدين فيه كان قام خالد كالعاده تاعو. خالد ديما لومبيوس معاه ديما الاجواء وين كان جا وحده زار العائله هذه. العائله هذه تعلقت بينا بزاف. خالد كان توجور يعني كان توجور في الليل يجيبهم لي غاتو هكذا وصوالح هذو لومبيونس. احنا كعادتنا امر عادي. ان شاء الله الدوزيام ماتش هذا تكون فرحه كبيره. ان شاء الله نربحوا الدوزيام ماتش ونتنقلوا للتروازيام ماتش وتكون الفرحه اكثر. لما لا العبور الى الدور النهائي ولمير كي كان اجواء افريقيا احنا متعودين عليه. هذا امر عادي يعني. هذه خامس كاس افريقيا ليا مع المجموعه وان شاء الله مع اطفال هذو يعني البراء هذا الامر العادي يعني. ان شاء الله اللي فيها الخير يجيبها ربي ونعطوا الكلمه كمان. ظنك تشوف يعني الاطفال سعداء جدا يعني هذه اللمه العائليه بهذه اللمه الاخويه المتواجده هنا. حتى انه خالد القميص تاعك منحته يعني ورا القميص اللي منحته له ورا قول يجيبه خالد. السلام عليكم. ايه تل الوالد ولو مايو لو مايو بالغامني غامني المايو فين الغامني فين الغامني غاملو قال لك راه في لا ميزون عطيت لهم ميمو الوالد ديالو حتى هو دا تريكو هو ووليدو فرحوا بزاف. لا والله السعاده كيما قلت لك انا والله غير السعاده قسما بالله غير السعاده سعاده. انا نقدر نريح انا عامين ثلاث سنين عادي ما عنديش مشكل اقسم بالله نقدر نريح عامين انا افريقيا السعاده. ايضا تقارب يعني شنو يعني لومبيونس تقارب بين الشعب الجزائري. السلام بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم رانا فرحانين رانا شغل في العائله تاعنا والله العظيم رانا وعد الفرحه والناس هنا عاقلين بزاف بزاف ري جونتي والله العظيم ما تتصور العقليه اللي عندهم. الناس عايشين غير بالفرحه عايشين معاهم شغل رانا في بلادنا ما كانت اي مشاكل والله ما عندنا حتى مشاكل والله فرحاني بزاف. عندي بنتي فاطمه في الجزائر وعندي بنتي فاطمه هي فاطمه ما شاء الله سمعت الله العظيم كمال. إذن أجواء رائعة يصنعها أنصار المنتخب الوطني مجموعة تاليف هناك خالد بوبكر مناصرين أوفياء للمنتخب الوطني يقدمون دائما صورة جميلة عن الجزائر واليوم يعكسون الصورة تعكس الأجواء الأخوية بين المناصرين الجزائريين و الشعب الايفواري المضياف. كمال كان عندي سؤال ليك كمال كنت حبك. شفنا خالد قال انه مستعد يبقى لعامين في مدينه كوت ديفوار. انت كمال صلت وجلت في افريقيا كم هي الفتره التي يستطيع كمال ما هو البقاء فيها في افريقيا؟ ان شاء الله ان شاء الله نولوا بالكاس راك تشوف يعني ان شاء الله بالكاس يعني في هذه الظروف الاخويه وبلد كوت ديفوار حتى بكل البلدان الافريقيه. وراك تشوف ايضا يعني هاي تدير لهم هدايا يعني حتى نعم صور جميله يعني رائعه اليوم ربة البيت راهي تدير هدايا لهذا للمناصرين الجزائريين راهي تقدم لهم هدايا اخطتهم يعني هي راك تشوف يعني الخيط و صحيح و يعني كروشي هكذا ياك هكذا عن طريق كروشي نعم هاتت هذه الهدايا للمناصرين. اذا كان هذا زميل كمال المهوي يقول لنا صور رائعه وجميله من مدينه بواكي اين يتواجد انصار المنتخب.